قيصر كنا قاعدين نلعب وفرحانين مره، وهي فجاه تخطر فكره ببالنا للحين وانا اضحك. كنت قلت ساره، اقول انا بكل صراحه انا صاحبت الفكره، قلت ساره ايش رايك نطلع برا؟ كنت قلت لها خطر. بعد 5 ثواني فاتحين الباب حاطين الزلاج. باب الشارع؟ اي باب الشارع. ليش؟ خطر مره. بس خطر مره بالنسبه لنا عادي اوي. يعني قمنا نقطع الشوارع، وطبعا رحنا عند بيت ددي وشويه استقبلنا عند الكاميرات ورجعنا، قمنا نقطع الشوارع وفجاه سوينا فعاليه نروح نستقبل عند الكاميرات بعدها نرجع، ونرجع واحنا نضحك نضحك نضحك. بس ترى الموضوع خطر تمام، المفروض انكم ما تسوون. بس احنا عشان جدي جارنا تمام، زي جارنا، بس اللهم فرق بينه بس. وكنا طالعين في عز الصبح، ما في ولا سياره مرت، وكنا اصلا اساس نمشي على الرصيف، والفرق بيني وبين القطعه بالكثير بالكثير. يعني شفتوها هنا عند صاله عرض، ايه إلين هذه الدكه، يعني يمكن او هنا عند المدخل، إيه؟ القطعه، فمو بخطير ابدا. الدنيا صراحة خطر، عشان كذا انا سويتها خطر، لان يمكن مثلا تطلع فجاه سياره جت، مثلا تجيك سياره وتخطف. لا احنا الحين نروح، احنا بيتنا صار. احنا بيتنا بالنص، فلو يجي من هنا وهنا احنا عارفين، واحنا يعني سريعين. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.